السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيفتم؟ مزيانين؟ كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم غنشارك معكم، طلبت بزاف ديال الحاجات مخلطين. كاين هنايا الحوايج، كاين الحاجات ديال الكوزينه، مهم داكشي مخلط. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا كلشي. الروابط ديال المنتجات اللي كنوريكم في الفيديو كامل غتجبروهم في صندوق الوصف. الا كنتو كتشوفوني في فيسبوك اجبر الروابط فوق الفيديو، وغنخلي لكم حتى كود برومو اللي تدخلوه قبل ما تخلصوا باش كينقص لكم في الثمن. ودابا نبداو على بركه الله، باش غنبدا بهذه اللي قدامي. نشوفوا شنو هنايا هنايا الحوايج. عرفتوا طلبت عندهم واحد شاندالس، واحد الحويجات ديال عروس تدوير كيحمقوا الهبالات ديالهم. عندهم حوايج فيوني، شوفوا لي هذا الشاندال، هذا شوفوا الحلاوه. الحوايج ديال بنيتات عندهم فنين، جا في الموف، فيه هنايا هاد العوينات هادو ديال القطيطه مع اللاصو، والسريول ديالو كيجي حتى هو فيه نفس الزواقه، كيجي بحال هكا سخيخن. باقي كاين البرد دابا، نمض راسها هيدا. غزلان هادو كيجيو عمليين ساهلين في اللباس، وحتى العواول في المدرسه كيجيوهم ساهلين في اللاعب وفي هذا. ايوا وهادي واحد كسيوان اللوجين حتى هي كتجي ماشي طويله بزاف، المهم عميديات. هادي سخيخنه حتى هي، الثوب ديالها سخيخن كيف ما كتشوفوها، بحال الثوب داك كبيبطات سخيخنه. في هاد لاصو هنايا في الكحل عندهم بلعد كساوي، بلعد موديلات، داكشي كيحمق تبقى غير تشوف. هادو ديال الوجه. حنا نكملوا مع الحوايج وساعه ندوزو لحاجه اخرى. هذا عاوتاني بواحد الشاندار فنيون، ها هو هذا ماشي سخون بزاف، هذا من الايام اللي ما نجي ان شاء الله يا ربي ملي يبدا يسخن الحال شويه. في هنايا مصور عاوتاني فحال قطيطه، هذا كيجي بالقب، والسريول كيجي عام فحال هيدا في الكحل، وفي هنايا نفس اللوين ديال الكابوتشا. ها هما كيف كيجيو مع بعضهم. هذا خفيف كيف ما قلت لكم، اخر سخون دابا البرد، هذا ملي بدا يسخن الجو شويه يعني. هذا مع الكبيبط مزيان حتى هو. وهذا الشاندال ديال جونيد، هذا في الكري. ها انتما هو كيفاش كيجي، فيه هاد الزواقه هنايا ديال ماندوت بلاي ستيشن، وهاد الزويقه هادي جا حلو مزيون، اللوين ديالو مزيون، كري مفتوح، ما عندوش هاد اللوين، عنده كري مغلق، هذا مفتوح كيجي مزيون. السروال ديالو حتى هو كيجي فيه هنايا هاد جيم اون هنايا مكتوبه، كيجي طويل حتى هذا، ماشي سخون بزاف، ماشي بارد بزاف، الثوب ديالو شتيت ومصوب. وبما اننا مكملين مع الحوايج، هادي واحد التشاكيطه، واحد الكبيبط، هذا ديال جونيد، جا سخيخن طويل طويل وسخون تبارك الله. جبت طاي شويه وافيه باش يبقى له حتى للعام اللي ماجي، يلبسو دابا ويلبسو العام اللي ماجي ان شاء الله يا ربي. كيجي بالطريقات وبالسري بجوج. هانتوما شفتو مبطن من الداخل سخيخن تبارك الله، هذا من ايام البرد والشتا. دابا الصراحه باقي البرد شويه، شي ايامات كيصبحوا باردين خصوصا في الصباح بكري. وهنايا طلبت هاد اللعيبه، هادي دائما كنشوفها وكنقول خصني نطلبها، وكنقول شني غنعمل بها، انا ما كيعجبنيش نشرب القهوه بكريمه وداكشي. عاف كنفكر قلت نقدر نحتاج نخلط بها مثلا غير بيضه، لا بغيت لا بغيت نعمل صفار بيضه مثلا نخلطو باش ندهن على الوجه شي حاجه، اولا نخلط شي حاجه خفيفه، خص الحجر هادي خصني نركب لها الحجر عاد تخدم. غير بالبوطون كتعمل وتز كتخلط. هذيك كيستعملوها الناس ديال القهوه اللي كيعجبهم يشربوا ديك كابوتشينو، ديك القهوه بالكريمات وبالطبقات. انا سبحان الله ما عنديش مع القهوه، مي كتحتاج تحتاج امي كيعجبو يشرب قهوه، نقدر نعدلو ليلو غير باش غير باش نخدمه مزيونه حلوه. هنايا طلبت هاد الكويكطات ديال الكابكيك، هادو كان الثمن ديالو مناسب جدا وطلبتهم. ها نتوما مرة نبدل، انا كنعمل في القوالب ديال السيليكون وديكشي اللي كنت جبتهم من تيمونيت، ولكن مرة كيتحتاجوا هادو، كيجيو مزيونين حتى هما. هانتوما جات كميه ما عقلتش، هادي كامله وقيلا نقول لكم بأورو شي حاجه ولا جوج الاورو، كانت فيها يمكن 50 وقيلا. هادو كيجيو مزيونين غلاطين يعني، ما حتاش شي المول باش تعمل فيه كويغطات، ماشي بحال اخرين خفيفين. هذا مثلا بغيت نعمل كميه كبيره اولا ما بلا ما نحتاج المول، كتنزلهم كاملين وطيبهم في دقه واحده، فهمتوا؟ كتنزلها هيدا كتبقى شابره راسها في الطياب، ماشي بحال اخرين اللي خفيفين. هنايا طلبت هاد المنظمات هادو باش غادي نعملهم في مجير ديال الاكسسوارات ديالي، واخيرا الاكسسوارات ديالي غيتنظموا في هاد اللعيبات هادو باش يجيوني واضحين. جبد نشوف شنو خصني. هنايا كيجيو الخواتم، هنايا نقدر نعمل بولسيرات اولا سنيسلات، هادو كتقدر تبدل لهم التشكيله كيف ما بغيتي، مثلا تنو ما بغيتي. فيها هادي كيجيو اربعه ديال القياسات، هادي هادي نقدر نعمل فيها السوايع مثلا، وكاين هادي وهادي الحوالق، سنيسات ديال العنق، بوصيرات ديال اليد،
هادو شويه كبارين، الدبيلجات ديك مقفلات، مهم كتشكلوهم كيف ما بغيتو نتوما كتنزلوهم. هيدا انا يمكن مجار ديالي ستيتو غيهو صغير ثلاثه، وقيله هيدا وقيله قد هيدا ما عرفت، بس غنجربهم ان شاء الله ماشي اليوم ملي نعدلهم وننظمهم ديك الساعه نقدر نصور لكم هيدا في شي ستوري باش تشوفوا كيفاش جاو. طلبت هنايا واحد الحاجه، الناس اللي كيعجبهم يعملوا الشغل ويحكوا ويهردوا عجبهم هادو. شوفي وان تيس كيجيو بديك بحال الحلفه ديالو باش تحك بسهوله. هادو عمليين، تعمل الصابون نيشان هنايا وتبدا تغسل قشوع، تحك لورنيه، تحك لابابو اللي بغيتي. مهم واعري دابا نجربو ونقول لكم واش عمليين حتى فيه. غيكون عمليين حتى اذا تعمل الصابون غادي بلا ما تسقطو سبونجا، يعني هنايا حتى الحواشي وكلشي غتحكهم مزيان. هانتوما وهنايا طلبت هاد البروجيكتور هذا، المهم بروجيكتور المهم ديال الضو بالطاقه الشمسيه. البالكون عندنا ديك الخيط ديال الضو، ما عرفتش تحرق واش مخسر واش المهم، اللي كنت هنايا ما كيبغي يخدم ديك الضو، ديك بومبيه ما كتبغيش تخدم، مخسر الخيط ديال، فقلت نركب فيه هذا يتشارج بالطاقه الشمسيه ملي نبغي نشعل الضو تما نجبر عندي الضو. وبالطاقه الشمسيه اقتصادي ما نخلصو لا ضو لا والو، هادي زعما غيبات عندي مشاو هذيك الضو تما. فملي نبغي نخرج في البالكون هيدا في الليل، بعد ما كنبغي نسقي بحباق بالليل، بعد مرات كنبغي نجلس تما ما كيكونش الضو، هادي تضوي لي. دابا ما عرفتش الضو ديالها كيفاش عامل حيت باقي ماشي مشارجيه. ان شاء الله دابا نركبها وخليها تشارج شويه بالشمس، وديك الساعه نجربها فيها. هاتينا التعليق ساهل، عندي تما هنا واحد مسمار نعلقها في المسمار ونخليها تشارجا وساعة نجربها. نكملو. شوفوا طلبت هنايا، طلبت فونداس من الصوفا، الغشاوات ديال كانابيس نبدلو شويه هاد اللون الكري، طلبتهم في الغوز. هانتوما هاد الغوز اللي عاطينو الموف مزيان، دابا باقي محيدين منه من هو باش ما كيديش بلاصه بزاف. نبدلو اختي اللوين ديال الصالون، خصوصا دابا ما جي رمضان نعلقو الزواق ديال رمضان، غنخليهم تيقرب رمضان ان شاء الله يا ربي، باش هي هذيك نفرشو ونعمل الزينه ديال رمضان ونجي الصالون نبدل شويه. ولكن كان خصني نطلب حتى شي مخيط في كولوراتو الصراحه باش نبدل حتى لون المخيدات، ولكن دابا نشوف باقي الوقت، باقي نقدر من هنايا تما. ها انتم هاللوين اللي طلبت غيجيوني مع المخيدات اللي عندي، ونقدر نشوف شني ظهر لكم شمن لون ندخل عليهم. انا عندي مخايد فيهم بحال اللون النحاسي مع الغوز مع الكري، فيهم الغوز والكري والنحاسي، وهذا اللون ديالو بحال هيدا الغوز عاطيني الموف. شمن لون يجي مع شي لون مغاير، نبدلو مثلا نعمل لون بلو سيال ولا ديك شوي بي باستيل ولا شنو نعمل لهم. حتى الكري غيجي معاهم، ولكن غنبقى في ديك الغوز والكري اللي كنت انا فيه، فغنبدل الالوان مره شنو نعمل معاهم الذهبي ساعة نشوف. المهم تخليو الاقتراحات ديالكم نتوما في التعليقات شمن لون اللي ندخل على هذا الصالون، اللي نفرشو ان شاء الله نصور لكم تيقرب رمضان ان شاء الله باش نعملو العواشر ونفرشو الصالون ان شاء الله. جبت جوج، واحد ديال أربعة بلايص واحد ديال ثلاثة بلايص، وما تما القياسات كتشوفوها على حساب الصوفة ديالكم واش كبيرة ولا صغيرة. هذا انا عمل فيه ديال أربعة حيت فيه حتى الدورة، هذا وياخر صغير عليه شوية الكرسي اللي قدامه، غنعمل فيه ديال ثلاثة. هما كيجيو بالقياسات كيف ما قلت لكم، كيجي ديال واحد بلاصة جوج بلايص ثلاثة بلايص أربعة بلايص. وبما أننا بدينا الهضرة على رمضان شوفوا لي شنو طلب. شوفوا هاد الديكوراسيون شحال كيحمق، عندهم بزاف ديال الديكوراسيون ديال رمضان، الزينة ديال رمضان. طلبت يومية كتجي ديكوراسيون وفي نفس الوقت يومية، بلاتي نركبها ونرجع لكم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي فني، ونشوفوا هنايا الديطايس، شوفوا الزواق هنايا، هاد الزواق هذا كتجي هادي هنايا، وهنا مكتوب داي اوف رمضان، وكتبقاو تعلقوا النهار الاول. هانتوما شوفوا هنا كيجيو الارقام، مثلا النهار الاول غناخدو زيرو وواحد، وغادي نعلقوها هنايا هيدا كيبان لكم ياه. نهار تاني د رمضان عاوتاني كتزولو النمرة واحد كتعلقو النمرة جوج، هما كيجي معاه الأرقام كاملين اللي غنحتاجو من واحد حتى 30 أولا 29 إن شاء الله يا ربي. جا حليل ومزيون ياك، عجبني أنا، قولوا الرأي ديالكم في التعليقات. كاين بزاف ديال الأشكالات آخرين وعندهم اليوميات آخرين وعندهم بزاف ديال زينات رمضان كيف ما قلت لكم، دخلوا بقاو تقلبوا هيدا في الموقع غتجبرو بزاف الحاجات. كتبوا غير رمضان، مي تدخلو تيم وكتبوا رمضان غيطلعو لكم بلعة ديال زواقات ديال رمضان. طلبت هنايا هاد الفراشه هادي ديال الفران، هانتوما كيفاش كيجيو، هادو كيدخلو الفران
فتقدروا تفرشوها في القاع ديال الفرن. انا ملي كنعمل الخبز تسخون كنعمل شي حاجه تسخون كتفرتت وكيبقاو يطيحوا ديك الفراتات في القاع ديال الفرن. هذه كتفرشها باش كتبدا سهله تنفطها تغسلها وترجعها، وكتقدر تفرشها حتى فوق اللاطه ديال الفرن. هذه نخليها مفرشه فوق اللاطه ديال الفرن باش تجيني سهله عمليه في الغسيل. نجيب نغسلها ونرجعها حسن من اللاطه كتكون كبيره وكتبقى تحط كيما تحط. هادو مزيونين. وهنايا طلبت واحد الحاجه بقاو تضحكوا عليا تشوفوها. شنو كتوقعوا شنو هذا؟ طلبت كريسي. هانتي اختي الطابوري كيجي هيدا ديال البلاستيك كيتجمع كيف ما كتشوفوا هيدا. هانتم ما كيديش موطع، يقدر يتحتاج في اي بلاصه. كريسي شي بلاصه بغيتي تجلس هذا يصلح، تمشي تبارك ولا في شي موطع خصك تبقى واقفه. شفتو عجبني، جاني عملي ساهل ما كيتجمع ما كيديش بلاصه، قلت نقدر نحتاجه. يتحتاج مزيون حتى في البحر مزيونين والله. اذا العوام ستيتوين حتى الكبارين يجلسوا عليهم، خصني نزيد منهم واقيلا البحر ما كيديوش الموطا هيدا، واخا غير في الساعه ديال الماكله بعدا ولا في بيكنيك عمليين والله الا خصني نزيد منهم شي واحد اخر باش يكون عندي واحد جنيد واحد لوجين باش يجلسوا عليهم في الساعه ديال الماكله ولا ما يبغيو يجلسوا. المهم واخر حاجه هنايا طلبت هاد المخده هادي، خصها تبقى مطلوقه هيدا شويه باش ترجع الحجم ديالها الطبيعي تتنفخ شويه. كتجي زعما عمليه على حساب العمق هنايا فيها. المهم مريحه زعما ها كيفاش كتجي، خصني نخليها مطلوقه باش تتنفخ وترجع اكثر من هيدا في الحجم ديالها. وطلبت هاد سبردينه هادي اللوجين ديك اللي كتشعل الضو. هانتوما كيفاش كتجي، العروسي توين كيفرحوا بهاد السبردينات هادو كيحماقوا عليهم. هيا عندهم بزاف موديلات اخرين باللوينات، انا طلبت هذا اللوين هذا كيجي عامل بحال السومو عطير الغوز لوين حليلو. كنت غنسى هذا، باقي واحد الشاندر، باقي هذا الشاندر هذا ديال جنيد كيجي حتى هو بالقب، وكيجي فيه هنايا هاد الزواقه ديال باسكيت في بلو مارين هذا، والثروه ديالو حتى هو فيه نفس الزواقه ديال الكره كيجي عامل بحال هيدا. الثوب ديالو هذا سخيخ شويه ماشي سخون بزاف، مهم سخيخ هاد الوقت هذا يمشي بهم للمدرسه عمليين. هادو العواون المدرسه عمليين بزاف كيعجبوني انا التشناضه اكثر من هيدا السروال والصبيبات ولا الجينز وداكشي، هادو كيجيهم عمليين حسن حيت العواون كيتحركوا بزاف كيجريو. ايوا صافي مزيونات، هنايا كنكون وصلنا للاخر الفيديو ديالنا. غادي نخلي لكم الروابط كاملين في صندوق الوصف، وغنخلي لكم حتى رمز التخفيض. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو، خليوا لي بزاف ديال التعليقات تقولوا الراي ديالكم في الحاجات اللي طلب شنو يعجبكم شنو ما عجبكمش. وهنايا نخليكم سلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.